طيب مرحبا يا اختي صفاء من صفاقس هكا ولا؟ صفاقس نحوالك. مرحبا بيك يا ليلى الغالية. مرحبا يا عائشك بارك الله. والله قديش قديش طالي ديما ديما نلقاها اوكي التليفون ما تحصلت علي كان اللي اي والله والله مولو خيان ويتحل هو البرنامج اي انا كنا نحبوا برنامجك. ربي يبارك فيك ربي يحفظك. ما هو يتحل التليفون هذايا الرقم هذا ما نحلوه كان ما تحلو ايمان كان وقت البرنامج فبالتالي نعرف فبالتالي نعرف مش ما نتعبوش الناس. وين وين نحب هكاك الاجوبه نتاعك زعما ما واحد مقتنع بيها. ربي يبارك فيك ربي يبارك فيك. اي لله قل لي انا عندي صاحبتي متعاصي انا وياها برشا اخي صار سوء تفاهم انا وياها اخي حلفت قلت لها وانا امي وبابا متوفين قلت لها ورحمه والديا لقيت نكلمك حبيت تكلمني انت ما يسالش وانا ما نعرفش نكلمك تو هي تكلمني وانا ما نطلبش تحبني نعمل سؤال اخر سؤال اخر يا خويا سيد انا يا راه ربي شنو نعمل باهم على بال نعمل نرحم نرحم اللي تعطي نعمله حتى من خويا من اقرب الناس ليا نعمل معهم الباهي ومع صغارهم وما يكرهوني ديما يجرحوني. لطف عليك الله لا يجرحك لطف عليك لطف عليك يا خويا سيد بالله العظيم ساعة نقلق نقول شبيه نعمل باهي وليدي شر اي ساعة خويا يعمل لي فازات مش باهية عاوز انا نتغشش هو يتغشش مني يقعد الشر ما يكلمنيش. لطف عليك اختي صفاء ها باش نجاوبك عليها والله يعيشك يا اخي اقعد معايا اقعد معايا تراه اسمعني تراه بالنسبه للخلاف اللي صار ما بينك وما بين صاحبتك انت خلاف على حكايه فارغه نصوره ولا حكايه كبيره حكايه فارغه فهمتك يا اخي انا حلفت قلت ورحمه والديا لا 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 انت شوف هو شوف ورحمه والديا وقتاش تولي انت تولي يلزمك تلتزم بالقرار اللي خذيته وحتى القرار اللي خذيته اذا كان ما فيش مصلحه تونا نرجعوا لها تنجم هاو جايك اختي صفاء وقتاش نحن نلتزموا بالقرار اللي خذيناه وما نتراجعوش فيه وقت اللي نحلفوا بالله والله لعاد نكلمها وحتى والله لعاد نكلمها كلمه والله العظيم لعاد نكلمها او ما عادش نعملك الحاجه هذيك لو الحاجة هذيك ما يحبهاش ربي تنجم تتخلى عليها معناتها مسألة الخصومة في حد ذاتها على أبسط الأمور ربي ما يحبهاش بدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول لنا أنه المسلم يزمه ما يحط رأسه على المخدة إلا ما يبدأ قلبه صافي على كل مؤمن ومسلم مهما كان نوعية الخلاف وربي قال في القرآن الكريم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم يعني حتى اللي ما بينك وما بينه عداوة يصبح ولي حميم مش معناته ولي حميم يعني صديق قريب وربي قال وما يلقاها إلا الذين صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يعني اللي سامح خوه المسلم حتى ولو على خلاف راهو ربي سبحانه وتعالى يتجاوز عليه يعني كما قلت الأسبوع اللي فات نحن نطلب من ربي في السماح ونحن ما نسمحوش الناس لا اللي يحب لا تطلبها انت تو بعد ما تعلق التليفون من بحذايا انت مباشرة باش تطلبها وتقول لها رانا لازم نتلقاه ولازم نعمله لما ما بعضنا ونعمله قاعدة انا قد خايفة حين حبيت ورحمة والدي لا 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 تو هيجا نقول لك حاجة نحن حكينا وقتاش نحكيه على الالتزام بالقرار وقت اللي نحلف بربي اما الحلفان بالوالدين ورحمه بابا ورحمه امي وراس بابا وراس اخ وكذا الكل وذا يراه وربي ما يخوش عليه فضلا عن انه ما يلزمناش نحلفوا بهم نحن لازمنا نحلفوا كان بالله نوليو ما نحلفوا كان بالله وحتى الحلفان بالله ماكش ملزمه بيه راه نعرف ما نحن الحلفان اصلا مكروه شرعا تكلم عادي واللي يحب يصدقك يتفضل واللي ما يحبش يصدقك مش لازم انت ماكش مطالبه تحلف للناس القسم هذا راهو القسم راهو ماهوش خفيف فضلا عن أنه القسم بغير الله عز وجل هذا منبوذ شرعا معناتها ربي ما يخوش عليه ورحمة بابا ورحمة والدي أنت ما عندك حتى مشكلة تو أنت باش تعلق التليفون بإذن الله بعد وتكلمها مباشرة قل لي أنت زاد أخويا سيف زاد تفهمنا في صاحبتك تو باش تكلمها وتسلم عليها قل لأخويا سيف سلم عليك به وجاوبني على السؤال الثاني السؤال الثاني انت ترحم العباد والعباد تحسها مش ترحم فيك هكا ولا وساعه ساعه انت تعمل عباري يستغلوا في طيبه قلبي يعرفوني طيبه هي. نقضي القضيه ونعمل وانا مكروهه وانا اقل حاجه